عايز ارد على بعض الناس المحترمه برضي اللي بتقول يعني اديها تطبيل. يا سيدي الفاضل، لازم نثبت للعالم والمصر وللسياسيين والقياده والحكومه والدنيا ان سبب القاذورات اللي كانت بني ادم لما انتهى كله رجع محترم. يفكر معايا بالعقل، يعني النهارده انا لما ارجع اشتم تاني وارجع انفعل تاني، كان حضرتك تصدق ان انا ما بخافش؟ ده لصالح مين؟ قل لي لصالح مين؟ يا اخي الامام الشعراوي قال لك يثور الانسان في الثورات حتى اذا انتهى يعود ليبني الامجاد. احنا دلوقتي كلنا انتوا مقتنعين، كلنا مطالبين ان احنا نقول سبب الازمات كان ده، سبب الكوارث كان ده، سبب القرف كان ده. ده لما سقط في الانتخابات مصر كلها ارتاحت وهديت. حتى النهارده لما دخل نادي الزمالك انا بالنسبه لي ميت، ولا لي علاقه باخباره، انتهى خلاص. لكن ان تظل على ما كنت عليه ده غباء غباء. وبتقول لا انت ما كنتش بتحارب في قضيه حق، ده انت راجل شتام ولقان زيك زيه. ولكن لازم الناس تحس بالفارق. مش انت يا عبد الناصر خواف، لا قول لي انت يا عبد الناصر محترم، لانك ابن ناس ومؤدب وفرض عليك المعركه وحاربت لغايه ما انتصرت ورجعت تاني عبد الناصر المحترم اللي احنا نعرفك. لكن انا لن اعيش شتاما ولا انا لن اعيش على هذا الاسلوب. يا اخي انا كفايه النهارده وامبارح بيقابلني سيدات بيقولوا لي شكرا انك انت رجعت الراجل اللي احنا بنتابعك، لان كنا ساعات بنوقف التلفزيون لو بنتفرج عليك من خلال الشاشه او التليفون من كتر الالفاظ اللي بتتقال، رغم ان عارفين ان معاك حق. الناس دي هتسامحني ازاي لما ارجع اغلط تاني؟ ربنا هقول له استغفر الله العظيم ازاي؟ انا كنت كل شويه اقول يا رب سامحني، يا رب انا مجبر، يا رب انت عارف انا مش ضعيف، يا رب لو ما ردتش كده عبا مش هعرف امشي في الشارع لا انا ولا اهلي ولا عيلتي، يا رب انا اجبرت على هذه المعركه القذره، يا رب خلصها لي منتصر، واعدك اني انا لن اكون بهذا الوضع. لما يخلص المعركه وارجع كما كنت تقول لي عبد الناصر خواف بيطبل؟ ده تشجيعك للاحترام، ده تشجيعك ان احنا نثبت للدنيا كلها ان السفاله لما راح مصدرها رجعنا محترمين، وان الراجل اللي كان مولع الدنيا لما انتهى البلد رجعت زي الفل، ورجعنا نتكلم في الكره من تاني ونتكلم في بلدنا من تاني. انا دفعت بنفس السلاح لان ما كانش قدامي غيره شغال، كل اسلحتي عطلانه، اسلحتي في القضاء بايظه، واسلحتي في المحاكم بايظه، واسلحتي في النيابات بايظه، واسلحتي في الاعلام بايظه. ما كانش عندي غير نفس سلاحه اجبرني على ان انا استخدمه، وهذا ليس تربيتي ولا اسلوبي. ولما اجهزت عليه وجبت لمس اكتاف وقلت له روح لوجه الله، انا ما يلزمنيش تاني معارك سافله، وربنا خلصني منك وطلعت منك منتصر مرفوع الراس، تقول لي خوافه بطبل؟ لا، بلدي أهم، وعندنا مباراة الأهلي والزمالك أهم، وعندنا مبادرة نبذ العنف والتعصب أهم، وعندنا شغل إعلام أهم، وعندنا منتخب مصر أهم. ولك أن تعرف، عكن تعرف أنا بفكر إزاي. أنا بكرة أعمل لكم مفاجأة من العير الثقيل، عايز مشاهدات بالألاف عليها، وأرجوكم ساعدوني لأنها تجربة جديدة. بكرة بثبت ليكم والكل اللي بيتابعني أني أنا انتصرت وقفلت الصفحة ونسيتها. شوف حضرتك وانت معايا المفاجأة اللي احنا عاملينها بكرة، وربنا يتممها لنا على خير، ربنا سبحانه وتعالى يتممها لنا على خير، ربنا سبحانه وتعالى يتممها لنا على خير. شايف حضرتك دي المفاجأة اللي انا اعلنت عنها النهاردة، بعلن عنها على الهوى في وجود حضراتكم اهو. اول استوديو تحليلي على اليوتيوب بشكل بروفيشنال اهو، بكرة الساعة 6:30، الساعة 6:30 بكرة بمشاركة زميلي العزيز الأستاذ أبو المعاطي زكي عبر الهاتف، لأنه هو في استراحة محارب واخد أجازة
وهيكون معايا في ماتش الاهلي والزمالك. هنعمل 3 استوديوهات، مصر وتوجو بكره، ومصر وتوجو التلات، والاهلي والزمالك يوم 27. في اول تجربه من نوعها، استوديو تحليلي اهو اهو. شوف احنا بسرعه الصاروخ رحنا فين. هيكون معايا النجم الكبير الكابتن ضياء السيد اللي محمد صلاح قال عليه مثل الاعلى، والكابتن حماده صدقي الرائع، حماده صدقي، الساعه 6:30 بتوقيت القاهره على هذه القناه، قناه عبد الناصر زيدان على اليوتيوب، وعلى الاعلام عبد الناصر زيدان على الفيس. اهو اهو، هو ده ردي، هو ده ردي، لان انا ده، انا مش التاني، انا ده، انا الباحث عن النجاح، انا الباحث عن الاجتهاد، انا لست الشتام واللعان والسباب. اجبرت على معركة وانتصرت فيها، ارجع تاني اجتهد. لن ارد على سافل اللي يقول لك مش عارف ايه وايه، خلاص ارد على ايه؟ حتى اللي بيحبه يقول لك هيعمل لك وهيسوي لك. يا ابني ما فيش واحد مات بيحيا، يا ابني ما فيش واحد مات بيحيا. بكره انا هرد عليك وادي لك الم جديد بعد الم يا ساقط يا ساقط يا ساقط اللي عملت 100 مليون مشاهده. خلاص يا ساقط يا ساقط اتقفلت صفحتها. بكره هتتفرج وهتتبهر، واللي حاقد هيموت من الحقد. اهو بص اهو، اكبر استوديو تحليلي على اليوتيوب لمباراة مصر وتوجو، المباراة الساعة 9، والاستوديو هيبدأ بالظبط الساعة 6:30 بعصاية وجعنا طيارة، على رأي الأستاذ عمر بعصاية وجعنا طيارة. اهو هنرد بده اهو. بكره الاستوديو التحليلي اتفرجوا وشوفوا، لموا اصحابكم ارجوكم، شجعوني، اقفوا جنبي، اقفوا جنبي شجعوني. البنرات والدعايه هتبدا بعد ما اخلص على طول، شيرها وساعدني وساعد نفسك، وخلينا نثبت ان شغلنا اهم. المريض مات، التعبان انتهى، اوعى تخليه ياخد رجليك على الجبر وهو رايح. مات، اللي يتكلم عنه دلوقتي متخلف، لان اللي تتكلم عن ميت حرام، ولا يجوز على الميت الا الرحمه. شجعوني ارجوكم، اقفوا جنبي ارجوكم. عايز بكره الـ اليوتيوب ينفجر، والفيسبوك على نبه حديث الناس كلها. هو ده الاعلام الحقيقي، الاعلام بتاعك CNN الغلابه، الاعلام ابو 3 جنيه وربع، اللي غلب ناس بمليارات. هو ده هو ده استوديو تحليلي مصر وتوجو بكره 9، استوديو تحليلي توجو ومصر 3، اقوى استوديو تحليلي هتشوفه، بمفاجات مدويه، واكثر من 25 مراسل في 25 محافظه يوم الاهلي والزمالك. هنجيب من كل شوارع المحافظات المصريه، وهنعمل ليله القرن ليله تاريخيه، انا وزميلي وصديقي الاستاذ ابو المعاطي زكي. قول لي برافو، ما تقوليش طبال، قول لي برافو ما تقوليش خواف، شجعني على الاحترام، شجعني على ان بلدنا تكبر. اللي ما يقفش جنبي يبقى ما بيحبنيش، لكن اذا كنت انت واقف جنبي عشان بسمعك الفاظ قذره، استغفر الله العظيم لن اعود اليها ثانيه. انا عايز الاسبوع ده يخلص ويجي ماتش الاهلي والزمالك، هكذا انا سافر اعمل عمره، يمكن ربنا يغفر لي الالفاظ اللي كنت بقولها، ايام كرهتها وربنا سبحانه وتعالى ختمها لي بنجاح باهر، لن اعود اليها مره اخرى، لن اعود اليها مره اخرى. ولو رجع الملعون يشتم لن ارد عليه، خلاص جبته لمس اكتاف، ما بردش على اموات، ادعي لهم بالرحمه، لان الكلام عن الاموات حرام. ده سياستنا اللي جاية، ده اللي جاي يا أصدقائي المحترمين، لكن لن يكون أبدا اللي جاي إلا اجتهاد. حتى لو هيتفرج عليا واحد، حتى لو هيتفرج عليا طلب واحد بس، حتى لو هيتفرج عليا بني آدم واحد بس، سأظل أكافح قدر المستطاع. وأنا عارف إنكم أنتوا رجالة ومش هتسيبوني ولن تتخلوا عني.
واذكركم اذكروا محاسن موتاكم، مفيش ميت هيحيا. وخد نصيحة اخوك، اللي يجيب سيرته قدامك استعيذ بالله وانسى، لان الاشكال دي ما ينفعك تفتكرها تاني، واللي يتكلم عنه ده مريض عايش في ذكريات معفنة ربنا يشفيه منها.